بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى أنكم تصلوا كاملين على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وتحطوا لي تعليق بالصلاة على الرسول. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. إذن إن شاء الله بحول الله وقوته، اليوم عندي صيغة قرآنية بسورة النصر. كيف أنتصر على من ظلمني؟ كيف أنتصر على شخص آذاني؟ كيف أنتصر على من دلي فلوسي أو دلي أي حاجة؟ سلفته فلوس ما بغاش يردهم لي، عندي مشاكل مع بعض الناس اللي في العمل، أو عندي شخص معين تأذيني، عندي شخص معين تيكون تأذيني باستمرار، ما تيقولش الله ينعل الشيطان، ولكن تأذيك بجميع المواقف، أي موقف تأذيك. ولكن الناس اللي عياو أنهم يديروا بزاف الوصفات أو عندهم يدعيوا لله وما جابش نتيجة، إذن غادي ناخد صورة النصر غنداوم عليها واحد المدة حتى يبان لي البرهان، غير يبان لي البرهان على أساس أنني غادي نذكر الله في الليل. نكون في ثلث الليل كنت عاملة أو تنشتغل وتنعس باكر، غادي ناخدها من مورا العشاء، غادي ناخدها مورا العشاء أو في وقت السحر، تيكون واحد الوقت السحر هو ما بين الفجر، باقي الفجر ساعة أو من مورا الفجر. هادوما الأوقات اللي تيكون فيهم سبحان الله إجابة في كل الأمور. ثلث الليل هو من الحويج اللي سبحان الله ربي تقبل فيهم الدعاء، لأن وقت السحر هو الليل، الناس من تيكونوا نيام تيكونوا ناعسين، انت فايق تذكر الله وتتناجي الله، وخا تقرأ غير حرف من القرآن أنك ذكرت الله. إذن غادي ناخد صورة النصر بالعدد اللي غادي نعطيكم إن شاء الله بحول الله وقوته. نحط الشخص المعين يكون كما كان، في حالة ما إذا كان إنسان دار معك خطأ بسيط غادي تسمح وغادي تغفر، ولكن اللي تأذيك بالظلم ديالو وتأذيك على في كل الأحوال، لابد أنك غادي تدعيه لله، ما غدير ليه حتى حاجة. بعد الناس يلتجؤوا للشعوذة، يلتجؤوا للسحر، تأذيوا الناس بالسحر، ولكن إنسان متحضر عارف بينه وبين الله، تذكر الله، تخلي أمور لله. إذن عندي واحد صورة كريمة أذكرها في الليل، لأن الله هو اللي غادي يعطيك واحد ثقة في النفس، وغادي يعطيك قوة في قوة باش أنك غادي تقرأها، غادي تداوم عليها واحد المدة حتى تشوف البرهان ديالك. إذن بحول الله وقوته غادي نصلي ركعتين لله، غادي نكون على وضوء. الناس اللي عندهم العادة الشهرية ما يديروش الوصفات القرآنية حتى يكونوا نضاف، احتراما للقرآن الكريم. بعض الناس تقول لك ولو تكون فيها عادة، احترمي القرآن الكريم، لأن في حروف نورانيات ديال القرآن وعنده ملائكة الرحمن، لابد أننا نخلي القرآن بعيد على الحويج اللي ما يكونوش فيهم مصلحة لنا، والاحترام للقرآن هو شيء جميل. إذن الناس اللي عندهم العذاب لم يسولوا، حاولوا أنهم عندنا 5 أيام في الشهر معروفة غادي نخليها نوقف، ولو تكون زربانة على نكون باغا ديك الوصفة ندير الأذكار ديالي ونخلي القرآن. إذن القرآن تسمعي ليه ولكن ما تهزيش، لكن الناس اللي فيهم العادة وتتصنطوا القرآن ولكن ما يهزوش ما يقربوش ليه حتى
ربي يحيد هذيك الأوقات وربي يسهل. إذا غادي ناخد ورد ديالي كل ليلة 21 21 مرة في الليل، غادي نقراها غادي نقراها كل ليلة 21 مرة. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، اللهم انصرني على من عاداني ومن ضرني ومن بغى علي، اللهم انصرني عليه بحق سورة النصر، ونكمل السورة إلى الآخر، هنقراها 21 مرة. جاتني إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، نقولها 3 مرات. إلا جاتني أنني خاصني نقراها بسرعة، نقولها 3 مرات. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذا القرآن الكريم كله شفاء ودواء. في نفس الوقت غادي تنتصر على جميع المواقف. عندك ديون غادي ربي ينصرك عليها، عندك مشاكل في الحياة غادي ينصرك عليها. أي موقف داوم على سورة النصر، ربي سبحانه وتعالى غي ينصرك على جميع المواقف الصعبة. إذا كان ديون، إذا كان مشاكل في البيت، إذا كان أي حاجة. إذا هاد المشكل ديال الظالم، في نفس الوقت هو ساعدك على القراءة، فيها خير أن يتحل لك بزاف البيبان. إذا بحق سورة النصر أن تنصركم وينصر جميع العباد. خليوا لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، أبوناو، عجبكم هسه.